خاطر بعد عدات الزهاء العربه اللي زدت ما عندي ما نسالك درت الريجيم ديالك بوحدك الناس في الميت ديال الليل غدا الناس كاع ولات تخاف عليك كاع ريجيم على ربي يوسف هذا أبي أصل الحليب نزل بكرواس صار حليبان غيلة
Thank you.
عاهدناكم منذ البداية على أننا سنستمر إن شاء الله في هذا اليوم اللي هو يوم طبي واجتماعي وترفيهي في نفس الوقت. الآن نتلقى مع كلمة للمدير لجمعية التكافل الأخ إبراهيم فليتفضل. السلام عليكم. الحقيقة تقول الكلمات بنشكر هاد مجموعة الأفراح والناس اللي جمعية التضامن باسم السيدات باسمي واسم جمعية التكافل أعضاء وباسم المستخدمين باسم النزلاء كنتقدم الشكر لجميع من أسلم البعيد والقريب إنجاح اليوم هذا. الحقيقة أنا ماشي سائل باش يعطي أي واحد الوقت ديالو ويجي يعطي رأي على هذا العجز. لا يسعني إلا أن أشد على أيدي كل واحد منكم بحرارة. نشكركم وجميع التضامن راه كنعتبروها واحد منا كما قال الاخ مود العام الثالث هذا كان تكون معنا ودائما اللي تبعينا ودائما حنا على اتصال معكم هذا المجيء ديالكم كيعطينا نفس شديد باش الواحد يزيد ويدير اللي في استطاعته ويدير التفوق والمجهود ديالو كما كتعرفوا كما شفتوا ما كنبدلوش كنعاملو هاد الناس هادو بحال والدينا ولكن الحنان ديال الاولاد ديالهم ولا العائلة ديالهم راه مايمكنش نعوضوه وخا درنا اللي درنا. بهاد المناسبة لا يفوتني ان اشكر السيد رئيس مجلس البلدي حسين غردو الذي اعتبره مؤسس الاب الروحي ديال هذا القطب الاجتماعي الصحي التكافل. ما كاينش هنا غير العجزه كاين حضانه كاين الدياليز كاين اطفال معاقين كاين صوم البكر كاين داء السكري جمعيه داء السكري جمعيه تاسيس داء السيده وان شاء الله بدينا كنجهزوا مركز المرأة في وضع صعبة الاستماع والتوجيه وكنخدم كلامي بقوله تعالى إني أعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا والله يعطيكم الصحة وقتكم شكرا بزاف شكرا بزاف شاركتونا هذا النهار هذا وشكرا شكرا 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 سي ابراهيم مدير ديال جمعية التكافل بعيد بلف. الان غنلتقي مع كلمة ديال المكتب ديال جمعية التضامن تاع السادة في أكادير مع الأخت يمنى بوكو. يمنى يمنى تفضل. السلام عليكم. الحقيقة بلاش مجبورين ما نعرفش ما نقول لكم لكم بانكم انتم عزيزين علينا ومرحبا بكم. حنا راه كنتسناو النهار فاش غنجيو عندكم بالفرحه وكنجيبو معنا وليداتنا والناس ديالنا وراكم عزازين 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 بزاف علينا. الله يحفظكم وكنتمنى تكونوا خوت كما حنا كنا خوت. الله يحفظكم يعطيكم الصحه. كنبغي باش نساو جميع المحسنين اللي ساهموا يعني من قريب وبعيد وبين الناس اللي ساهموا هناك مجموعة الأفراح نطلب الأخ محمد اللي هو اللي شي كلمة الله يجازيه بالخير. السلام عليكم. اش غادي نقول لك السي الله يجازيكم بخير كنشكركم اللي اعتبرتونا بحال خوتكم وحنا معكم واحد العضو من جمعية التضامن على هو السي محمد عبد الربو
وكنتمنى نجمع كل شيء عندكم باش حياتكم الخالده باش توقفوا معكم في اطار الجمعيه وكنشكركم بزاف عزيزكم بكره. السي ابراهيم كلمه، السي ابراهيم كلمه هو
السي ابراهيم تفضل. حسن فشتي كريم، حسن فشتي، حسن فشتي، حسن فشتي، الله يخليكم. وبغيت صوتي نتا هو